يلا اذا تفاجأت شو بتقول؟ شو هيدا؟ شو هيدا باللبناني؟ نحن ما نحكي سوري بالسوري بيقولوا شو هاد؟ شو هاد؟ لا لا اكثر شو هاد؟ شو هاد؟ مطة شوي شو هاد؟ شو هاد؟ شو هاد؟ واذا بدك تقول له شو هاد يا حمار او يا حيوان شو بتقله؟ شو هاد يا حيوان؟ لا ما فيك تقول له يا حيوان لا بدك تقول له شو هاد ولك حيوان؟ شو هاد ولك حيوان؟ ايه حيوان برافو شو بدك تقول لك؟ اذا نسيت ولك بيعرفوك بالسوري شو هاد؟ ولك حيوان؟ مطة شوي شو هاد ولك حيوان؟ برافو هلا انا اذا بدي ادق لك على الشباك على شو بدق؟ على الازاز ما في بالسوري ما في ازاز سوريا ما في ازاز؟ ما في بالسوريا في ازاز شو بحطوا نايلون بيعد ورا لا لا في ازاز بس عندهم اني ما بيقولوا ازاز شو بيقولوا؟ شو بيقولوا؟ بلور بلور؟ بلور بتصدق؟ بلور زجاج توب زجاج 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 شوف لي ما في حرف هون موجودون زجاج بلور زجاج؟ ايه بلور زجاج شو خصك انت خيرني شو هاد ولك حيوان هاد بلور يا لك مطة مطة بلور ايه بلور بلور هلا انت بقول لك وينك شو بتقلي؟ بعدني هون ما في بعدني هون بالسوري شو؟ بالسوري ما في بعدهم ما بيقولوا بعدهم بيقولوا لساتني هون لساتني هون ايه بدك تعمل اذا هيك قلت لساتني هون ما بمشي الحال بدك تثبت راسك وينك لساتني هون مطة لك حيوان بلور يا عليك طب عليك بس انتبه بدي وقعوك بسؤال ليعرفوا اذا انت مظبوط سوري ولا لا شو رح يسالوك شو من وين انت وين بتروح بتعبي سيارتك شو بعبيها بنزين بعبي سيارتي بنزين على الترمبه ما في ترمبه ما في ترمبة بسوريا؟ كلها ترمبات سورية شو؟ ما عندهم أبار رفض شغل بلا حبيبي فيه بس إني ما بيسموها ترمبة ترمبة البنزين شو بقولوا لها؟ شو بقولوا لها؟ شو بقولوا لها؟ انت هدلة شو؟ ترمباية ترمباية؟ لا مش ترمباية بقولوا لها كازية كازية؟ كازية ما خصها شو بقولوا لها ترمبة؟ كازية مطة مطة شوية مطة شوية كازية 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 سام عيط لكم خلص الغدا شو عم تعملوا فاتحين مدرسة؟ شو مدرسة عم تعلم لغة أجنبية جديدة هلا؟ هاي أجنبية ما هيدا عربي لك عربي لك هيدا سوري سوري؟ ايه؟ ليه عم تتعلموا سوري؟ شو بدكم تاخذوا مساعدات؟ مساعدات؟ هلا عم نتعلم هيك حيوانة تبي بتقول حيوانة حيوانة وعم تقول حيوانة حيوانة هلا خبري نحن عم نتعلم سوري لأنه شفنا على التلفزيونات رئيسة الوزراء الألمانية ميركل إيه؟ عم بتعامل اللاجئين السوريين بهالحنان بهالعطاء إيه؟ ولك بهالتواضع وعم يهتموا فيهن واخدينهم شمال ويمين قلنا بنتعلم نحن لغة سورية وبنعمل حالنا سوريين وبنهاجر على ألمانيا بنروح لهنيك عند ماما ميركل ماما ميركل بشرفك هلا انت ويا مصدقين انه ماما ميركل حتستقبلكم ليش اصلا شو في شغل تشتغلوه هنيك ما انا نفتح كازية بطة 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 كازية طب يلا هلا وقفوا المدرسة امشوا على الغداء يلا بشرفك شو شو عاملين الغداء بيض وبندورة لا سقطنا شو سقطنا ما بتقول بيض وبندورة بسوريا فيش بيض وبندورة بالحقلة في بيض وبندورة بس بالاكل فيش بيض بسموها جزمز جزمز ايه خلينا نسوي حري جزمز جزمز بشو اسمه جزمز تفضل طيب يلا جزمز منخلص هلا عملت لك قتلة جاتوم ما في قتلة سقطنا ما في جاتوم سوريا يا اخي شو في برازق 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 ماشي برازق شو قدامك حيوان مطة مطة حيوان